ليلة جديدة من ليالي رمضان وضيوف آخرون خبروا مواقع التواصل، أهلا بكم. بعملين كبيرين، النجمة السورية سلافة معمار حاضرة في رمضان ببنت الشهبندر والعراف وضيفة تفاعلكم الليلة. السباق الرمضاني يقترب من خط النهاية وانتظار لنتائج التنافس بين الأعمال المصرية والسورية والخليجية. بعد أن نجح سلفي في الاستحواذ على نصيب الأسد من كعكة المشاهدات الرمضانية، النجم يوسف الجراح ضيفنا. نبدأ معكم بسؤال استطلعنا اليوم الذي لا يبتعد كثيرا عن موضوعات حلقتنا. سؤالنا الذي طرحناه في حساب البرنامج حول السباق الرمضاني كان هو هذا السؤال، نشاهده الآن على الشاشة التفاعلية. من خطف الأضواء في رمضان، الأعمال المصرية أو السورية أو الخليجية؟ أجوبتكم وآراءكم سنعرضها طوال حلقة البرنامج في الشريط أسفل الشاشة، وبإمكانكم المشاركة إما بالكتابة في هاشتاج البرنامج أو الرد على التغريدة الموجودة في حساب البرنامج. أطلت في رمضان عبر عملين، الأول بنت الشهبندر من إخراج سيف الدين سبيعي، والآخر العراب مع المخرج المثنى صبح. لكن النجمة السورية سلافة معمار تراهن على العمل الأول أكثر من الثاني، وهو الذي يجمعها مجددا بزميلها قصي الخولي. يعني ولنفترض أنه أنا فهمت غلط، يعني وين المشكلة؟ بعدين عيب ولا حرام إذا نظرك يعني سلمي؟ يا أختي ليش بدك تلزقيني فيه؟ إذا عاجبك حطي عينك عليه أنتِ، مين قال لك إنه أنا مالي حاطة عيني عليه؟ وثلاث أرباع نسوان الشركة كمان حاطين عينهم عليه، بس أنا هاد شو بعمل فيه؟ ما بعرف ليه تحسست من القصة، كنت غليظة مو؟ غليظة وبس، أصلاً أنتِ عليكي ردود أفعال مو طبيعية. بدري شو حسيت؟ حسيت بالذنب، كأنه مو من حقي فكر بهيك موضوع أو فكر ما بعرف. مشاهدينا نذكركم باستطلاع اليوم، وطبعا فيه بنرصد حصاد هذا الشهر، وكان فيه طبعا العديد من المسلسلات، أكثر من 60 مسلسل على مختلف القنوات. سؤالنا كان اليوم من خطف الأضواء في رمضان، الأعمال المصرية أو السورية أو الخليجية؟ في حلقتنا اليوم ضيوفنا طبعا سلافة معماري يعني بأعمال سورية، وطبعا يوسف الجراح بأعمال خليجية، وطوال الحلقة طبعا طوال الشهر استعرضنا العديد من الأعمال التي برزت في هذا الشهر. على العموم معنا الآن من بيروت تنضم إلينا النجمة السورية سلافة معمار، أهلا فيك يا سلافة وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم يا رب. سلافة، تحسي أنه مسلسل بنت الشهبندر اللي أنت شاركتي فيه بهذا الرمضان ظلم في السباق الرمضاني؟ لا، يعني أنا بلاقي إنه بنت الشهبندر يعني بالنسبة للمحطة اللي انعرض عليه أخذ حظوته بالمشاهدة، بلبنان عم بينشاف كتير منيح، بسوريا عم بينشاف كتير منيح، ببعض أكيد يعني تلفزيون المستقبل له جمهور بدول عربية أخرى، والمسلسل أخذ صدى عند العالم منيح. نعم، هل حيكون في فرصة لعرضه لمثلا يعني جمهور في الخليج وغيرها من الدول بعد رمضان؟
ايه اكيد ايه اكيد اكيد المفروض حسب ما بنعرف من الشركة المنتجة انه في عرض هلا على تلفزيون الام بي سي بعد رمضان ان شاء الله. نعم، إذا تحكي لنا شوية عن المسلسل، هو كان شوية مختلف عن كل ما يعرض على الشاشات سواء يعني هذا العام أو في الأعوام السابقة، ما خفتي من المخاطرة؟ لا بالعكس، بالعكس هذا اللي شجعني من بداية قراءتي للنص. أنا حبيت الحتوتة كتير، حبيت جرب بهذا النوع اللي أنا لسه ماني مجربته، اللي هو ما نو حامل مقولات كتير كبيرة وأفكار كتير كبيرة، هو حامل كمية من المشاعر الصادقة من خلال شخصيات حلوة كتير وقصة وقصة حب حلوة بين هالثلاث شخصيات. الاختلاف في بالعكس أنا برأيي هو كان لصالحه للعمل، لأنه هو عم بيقدم هذا السياق من الأعمال بصورة جديدة بطريقة جديدة بدمج جديد حتى بجغرافيا جديدة بملابس جديدة. فأنا برأيي بأنه ما كان في مخاطرة، بالعكس المخاطرة كانت أو بالأحرى هي كانت التجربة. أنا بالنسبة لي ماني مستغربة تفاعل الجمهور معه أبدا. نعم، طب كمان سلافة يبدو كنت مراهنة على هذا الشيء. أيوه، بس يبدو أنكم أقنعتوا الناس لدرجة أنه بدأت الإشاعات عنك وعن قصي الخولي اللي هو شريكك في العمل. هلا الناس عم مطلع علينا هاي الاشاعات من مسلسل ارواح عاريه، هذا عملناه بال 2011. نعم. وبسبب تواجدنا الدائم نحن شركاء باكثر من عمل وشركاء بالمشروع، وكان عندنا يعني مديره اعمالنا كانت مشتركه واصدقاء واولاد دفعه واحده، ف ومبسوطة يعني انه اذا هالقد الجمهور اقتنع بعلاقتنا ريمان وراغب، مع انه هي ما بتحبه بس هو اللي بيحبها. بس انه ايه يعني اوكي حلو بالاخير. قصي يعني علاقتي معه شو بيقولوا شهادتي فيه مجروحة. ايوه طيب، بس الملفت كمان في الموضوع في المسلسل انه هو من اخراج طليقك، كيف كان التعامل؟ ما كانت الاجواء غريبة؟ لا والله ابدا، يعني يمكن كانت غريبه شوي على المحيطين فينا اكثر مننا انا وياه، لانه نحن احتكاكنا ببعض بشكل دائم، يعني نحن عندنا بنت عم نربيها سوا بالاخير حتى لو منفصلين ونحن اصدقاء، فبعتقد كان غريب للمحيطين فينا اكثر مننا. نعم. طيب بس تحسي انه يعني نموذجكم مختلف عن النموذج اللي نحن متعودين عليه في العالم العربي؟ يعني لازم المطلقين يكون في خناقات ومشاكل واكيد ما حيشتغلوا مع بعض. هلا شوفي مختلف اكيد في اختلاف، بس انا حوالي يعني كمان اصدقاء لي هن تجربه انفصالهم كثير متشابهه، يمكن نحن كنا ان ذا سبوت اكثر من غيرهم، بس هي كل القصة بأنه الواحد يكون مقتنع بأنه الزواج هو شراكة، وفي لحظة معينة الاثنين لازم يدركوا اللحظة المناسبة فعلا إذا كانوا بدهم ينفصلوا، ويضلوا محافظين على حالة من الاحترام بيناتهم. وأنا وسيف قدرنا نعمل هذا الشيء الحمد لله يعني، وما بعرف يعني أنا دائما بيسألوني على هذا الشيء وما عندي جواب فعلا غير هيك، بأنه نحن درنا القصة بهذا الشكل حتى تكون نتيجتها هيك بهي الطريقة. نعم. طيب جات كمان العديد من المشاركات على الهاشتاج، الناس حابة تسألك بعض الأسئلة، فخلينا نستعرض بعض هذه الأسئلة. هنا في سؤال، إذا في دور تحبي تمثليه بالمستقبل وإلى الآن ما قمت فيه؟ الممثل طماع بيحب يعمل كل الأدوار، يعني أنا طماعة أكثر من أنه يكون في دور محدد حابة أعمله، في كتير شخصيات لسه حابة أعملها. هل تابعتي مثلا مسلسل هذا رمضان وقلتي يا ريتني أنا عملت هذا الدور؟ هلأ هيك بهذا الشكل لا، يعني تابعت أعمال كمشاهد يعني بشكل. طب إيش عجبك؟ أنا حبيت مسلسل طريقي لبطولة شيرين وباسل خياط. نعم. حبيت دور باسل كتير، حبيت شيرين كتير بالشغل، أنا من متابعين للي كريم مثلا. نعم. حبيت غدا نلتقي، حبيت حرائر، يعني
يعني الشيء اللي قدرت شوفه يعني، وما بقدر اقول لك اني تابعت حلقه بحلقه بسبب انه كنا عم نصور نحن لفتره متاخره برمضان. نعم. طيب في سؤال ثاني هنا، هل عندك حسابات في مواقع التواصل؟ عندي حساب انستغرام وعندي صفحه فيسبوك بس ما عندي تويتر. ايوه في حسابات منتحله اسمك على تويتر. اي في طبعا، اي موجود دائما يعني، حتى على الفيسبوك موجود، على الانستغرام كان موجود، ما بعرف اذا وقفوا ولا بعدهم. بس اجمالا انا ماني يعني كمان نشيطه كثير على السوشيال ميديا، يعني علاقتي بالسوشيال ميديا هي عند لما بيكون فعلا في شيء هيك حقيقي متعلق بالشغل او بحدث معين. أيوة. حابه شارك الفانس فيه، بس انه ما بقدر اعتبر حالي كثير ناشطه، فمكتفيه يعني بالفيسبوك وبصفحه الانستغرام. ايش حسابك على الانستغرام؟ سلافه دوت معمار. طيب ممتاز، خلينا كمان نشوف بعض الاسئله الثانيه. في دائما اهتمام بالموضوع السياسي، فهنا في سؤال، هل الاراء السياسيه للفنان السوري اصبحت تؤثر على شعبيته ومتابعه اعماله، وهل انت من الذين يفصلون العمل عن السياسه؟ أنا برأيي بأنه أنا بفضل ينفصل العمل عن السياسة، المفروض هيك. السياسة هي ملعب مختلف تماما، والفنانين صاروا عرضة، أنا برأيي عرضة للانتهاك بهي الفترة بهذا الموضوع، لأنه صاروا مادة للاستهلاك الصحفي بموضوع هو جدي أكثر بكثير من أنه نحن نتعاطى معه بهي الطريقة، يعني خاصة لما بتطلعي على الأشياء كيف عم بتصير ولوين وصلنا، يعني لأي مطرح وصلنا. فأنا بلاقي أنه كتير من السخف بقى يعني بأنه نحن نسأل الفنان هذا السؤال بالوقت اللي الأمور طلعت فيه عن هذا السياق وراحت لمطارح كتير كتير مؤلمة، يعني أكثر بكتير من أنه نسأل هذا السؤال. يعني بتتضايقي من هذا السؤال المعتاد اللي هل أنت مع النظام ولا ضد النظام، وبترفضي التصريح يعني؟ أي أكيد بتضايق منه. أي لا بتضايق منه فعلا، بتضايق منه لأن فعلا عم بعتبره أنه صار في حالة استهلاكية بالموضوع، عم تستخف بمدى خطورة الشيء اللي عم بيصير بالحقيقة تجاه بلد بالأخير أبنائه اللي من الطرفين عم بيعانوا الأمرين من هذا الشيء اللي عم بيصير. وصلنا لمكان شنيع جدا، يعني أبعد بكتير بقى من أنه يكون هذا السؤال أصلا له مكان. أيوة. طب في كمان سؤال هنا عن هل أنت حاسة أنه خياراتك كانت غلط هذه السنة، خصوصا بعد تفوقك في قلم حمرة، أنه كان لازم تعملي شخصية أهم لأنه ورد أثرت شخصية ورد؟ دائما بقول انه لازم اعمل شخصيه اهم اكيد، وانا بعتز بعمل قلم حمراء جدا، وبحس بانه ظلم بالعرض وبانه ظلم بالبيع، هو انعرض على الام بي سي بس انه كان ممكن لسه ينتشر اكثر العمل. بس المشكله بانه انت ما كل سنه بتقدري تعملي عمل مثل قلم حمراء، اصلا ما متاحه هي النوعيه من النصوص بالسوق. يعني قلم حمراء هو مشروع نحن قمنا فيه انا ويم مشهدي ومديره اعمالي نعم. وكان مشروع ضلينا وقت منيح عم نشتغل على النص تبعه، ويم مشهدي طبعا هي صاحبة الفكرة وصاحبة كل شيء، أنا كنت عم بدعم المشروع معنويا يعني. جميل. فهذا النوع من الأعمال صعب أنك أنت تقدري يكون بمتناول اليد بكل سنة. بنتمنى، أنا بتمنى كل سنة أقدر أعمل عمل مثل قلم حمراء. نعم. والمواد المطروحة بالسوق والنصوص المطروحة هي الموجودة اللي عم نتفرج عليها. فالفنان ما دائما بيكون قدران يحقق طموحه بكل لحظة، أحيانا جميل بحب ممكن يضطر يروح لمطارح ما تكون أيوة بنفس السوية، بس أكيد الشيء اللي أهم من قلم حمراء جاية يعني. نعم، على العموم احنا بنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله دائما تكون أعمالك كمان أجمل وأكثر نجاحا من قلم حمراء. كانت معنا من بيروت النجمة السورية سلافة معمار، شكرا لك وكل عام وانت بخير مرة ثانية.
من حضر في سيلفي هذا الشهر فكأنما كان حضوره في كل أشهر العام. المسلسل السعودي اكتسح الساحة بالمشاهدات العالية. أحد أركانه الفنان السعودي يوسف الجراح الذي أطل بأكثر من شخصية حققت ردود فعل إيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي. قسما بالله العظيم ايش اسوي فيك؟ شو فيك هذا؟ ما عمري فلوس اتسلف، انا ما ذبحني الا الديون وما الديون انا. والله الا عاد شوفي عاد اذا في واحد شقردي شقردي مره عاد هذا شقردي ها ويسلفني وما يطلب القروش يعني منه وذا تسلف منه ابوك هذا طيب حبيب هذا ما شاء الله عليه الحين تقاعد وعطوه كذا فلوس وشيء اي شيء اطلب منه يزيك زيك وزي هذا ايش يسمونهم حريم اخوانك ابد زين يا منصور انا لي شهرين ما زرت ابوي تبيني اروح البيت واقول لما ابوي تكفى استلفني اسافر انا لدبي انا وعيالي وبتمشى عيب قسم بالله عيب ما اقدر اي والله عيب 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 بعد شهرين والله عيب اسمعي تبك ومن جدة ينضم إلينا الفنان السعودي يوسف الجراح أهلا بك وطبعا كل عام وإنت بألف خير كل عام وإنت بخير سارة والجميع ويعطيك الصحة والعافية الله يعافيك ويعطيك العافية على البرنامج الناجح الله يخليك تسلم شكرا لك خليني أبتدي معك من سلفي طبعا هل فاجأك حجم النجاح؟ لا والله شوفي يمكن الكل طبعا لما يسوي عمل يحط يده على قلبه ويقول يا رب ان شاء الله ان الجمهور يتقبله يعني ماشي لكن تعرف كان في عناصر كذا للنجاح واضحه تماما خصوصا انه عمل كوميدي وخصوصا المشاهد يعني السعودي والخليجي حاب النوع هذا من الاعمال لكن الكل كان طبعا سالت السؤال هذا قبل العرض هل تتوقع او انه مثلا العمل هذا حيكون يكتسح أعمال كثيرة كوميدية موجودة مش عارف إيش قلت لهم سألوني ما بعد ولا تسألوني أسأل الجمهور يعني لكن ردود الفعل أنا كثير عجبتني الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين نعم يعني خصوصا في الحلقات اللي فيها أنا واللي ماني فيها بالمجمل يعني أيوه يعني. طب تظن أنه يعني سلفي هو امتداد لطاش مطاش ولا تعتقد أنه لا هذه مدرسة جديدة والله مختلفة بس يمكن الناس قالوا على أساس أنه طبعا احنا بنتكلم 30 حلقة في رمضان ربطوها الناس بالشكل هذا لكن المواضيع مختلفة بشكل اجتماعي يمكن تكون في ريحة بسيطة كذا أو خلينا نقول لمسة بسيطة من 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 الحكايات أو خطوط طاش لكن هي منفصلة تماما بكتاباتها بخطوطها بناسها حتى بالتنفيذ الإخراجي اللي يكون موجود فيه لكن الناس في بالها طاش على طول وما حد يقدر يقول والله انه لا ترى هذا غير هذا وهذا غير او تقنع الناس او الجمهور بالشكل ده لكن مش امتداد لا هذا مشروع وهذا مشروع هذا أيوة. مشروع انا بالنسبه لي اشوف ذا مشروع وذا مشروع يعني. احنا اليوم طرحنا سؤال على الناس انه مين اللي كسب هذا الموسم هل هي الاعمال الخليجيه هل هي الاعمال السوريه ام هل هي الاعمال المصريه تشوف انكم انتم بسلفي والاعمال الخليجيه الاخرى اكتسحتوا والله شوفي سارة بصراحة احنا بنتكلم عن سيلفي فما نبغى نظلم سيلفي مع الأعمال الثانية انت بتقدم عمل كوميدي وخصوصا عمل يعني في الوقت الذهبي نازل هذا رقم واحد الأعمال الخليجية اللي موجودة اللي انعرضت مثلا على الام بي سي روحها مختلفة خطها مختلف اذا نتكلم عن القنوات الثانية معلش اسمحوا لي سيلفي يقول لكم شكرا انتم حلوين يعني بكل صراحه يعني لكن ما نضحك على بعض يعني نسبه المشاهده ما شاء الله تبارك الله مع العلم انه في حلقات بامانه في حلقات يمكن ما عجبت الناس وفي ردود فعل كانت ضد الحلقه اختلفوا الناس عليها وهذا طبيعي وصحي انه يكون الشيء هذا موجود أيوه. لكن بالمجمل العام سيلفي عمل شغل حلو شغل حلو والناس كانت مشتاقة الناصر مشتاقة العمل زي كذا مشتاقة لشيء اسمه نتكلم عن مجتمعنا وعن بيتنا وعن حياتنا وعن سلوكنا على سيرة النقد هذه ما كانت موجودة في أيوة بس على سيرة النقد يعني أنت شاركت في الحلقة الافتتاحية اللي هي برضو أثارت الكثير من الجدل واتهمت فيها بالتهكم على الدين أو ممارسات معينة عند رجال الدين لا أعوذ بالله الله لا يجعلنا كذا أبدا إن شاء الله يا رب العالمين ولا يجرأ أي أحد لا الكاتب ولا الجهة المنتجة أنه يفكر بشيء زي هذا لا يمكن أن ولا
ما تعرفتني ما ادخل في امور زي هذه ابدا، لكن كنا احنا نتكلم عن، خلينا نتكلم بكل صراحه، الحلقه هذه صارت مع كثيرين من الموجودين يعني خصوصا اللي اعتزلوا او شيء، لكن في الكوميديا تكون في شويه مبالغه او شيء، لكن هي رده الفعل كانت وخصوصا الحلقه الاولى وخصوصا الناس كانوا متشوقين لعمل، كانت ردود الفعل في ناس وزنوها صح انه لا ما يقصدون انه والله استهزاء، ولا ان شاء الله لا يمكن احد يقدر يعني يقول انه استهزأ وما استهزأ ابدا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن المساله المهمه جدا، احنا كنا نتكلم عن موضوع وموجود وعند الناس وكثيرين اللي يعني مثلا والله انه كان في الفن او في الاعلام او شيء وقال، لكن انه هو المشهد الاخير هو اللي طبعا اللي زعل الكثيرين وهذا، لكن ما بين قوسين لا يمكن انه في استهتار او استهزاء سواء في الحلقه الاولى بما كان فيها او في الحلقات الثانيه اللي كانت اقوى من الحلقه الاولى ابدا. ايوه يعني هذه مساله مهمه ولازم نحطها بعين الاعتبار. نعم بامانه يعني. طيب يعني والله زعلوا منك كثير يعني. صراحه طبل لي عمل شغل ولا جاتك رسائل وكذا؟ ما عمل شغل انا قف. الله يعطيهم العافية، كل من أرسل وكل من أعطاني رأي الله يعطيه الصحة والعافية بجد. حتى الإساءة. حتى لا. لا لا يعني اللي قالك هذا نقول له مدعونا يعني الأمور طيبة وما نقصد، وأرجع أيوة. وأقول ترى ما أحد يقصد شيء أبداً. نعم. أبداً. طيب. أبداً. هل عندك هل عندك حسابات في مواقع التواصل؟ لا أنا أبشرك عندي حساب في البنك الحمد لله، هذا أهم واحد يعني، ولا عندي. والله العظيم إني قلتها 13,000,000,000 مرة، والله لا عندي حساب في تويتر ولا عندي في الانستغرام ولا شيء، وأرجوكم في الشهر الكريم وإن شاء الله العيد كل عام وأنتم بخير جاي، اللي عاملين حسابات باسمي عشان خاطري عشان خاطري الغوها، لانه والله لا عندي حساب في تويتر ولا اي يعني حساب في التواصل الاجتماعي. أيوة. مو على حكايه انه والله ما ابي او ما ابغى، دخلت اسبوعين في الموضوع دخت في الموضوع، قلت لا 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 كذا كفايه حلوين، بتواصل مع الناس وهذا بطريقه بالاعلام بالمقابلات الجميله مثل ما طيب. برنامج الجميل يعني هي كفايه كده. ايوه بجد يعني. طيب مع انه طلب كثير جدا انه والله لازم يكون في تويتر. ايوه اكيد تويتر. احنا يعني استغلينا الفرصه انك انت معانا اليوم وقلنا للناس يطرحوا لك اسئله في الهاشتاج، فخلينا سريعا نجاوب على بعض هذه الاسئله. في كثير نشوف فنانين يجربوا مهنه تقديم البرامج، هل ممكن نشوف يوسف الجراح كمقدم برنامج؟ انت طبعا قدمت برنامج قبل كده. ايه اكثر من برنامج. ايوه من تشرفت اني كنت في برنامج هذا من بي سي ومسابقات، رحت وفي ان شاء الله باذن الله تعالى مشروع ان شاء الله قريب يعني ان شاء الله طيب اذا الامور مشيت كويس. ايوه سؤال ثاني، ايش اسوأ مسلسل سعودي هذه السنه ولازم تقول اسمه من دون مجامله؟ والله 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 اني ما تابعت بشكل كبير كل الاعمال، مش حكايه تقصير مني، لكن انا احب دائما اتفرج عشان لا اصير في حكايه انه والله احكم انه والله في رمضان في اعمال رمضان اشوف شوي من هنا ومن هنا، لكن ما اشوفها كامل، احب اشوف ما بعد رمضان. طيب اذا في اعمال سعوديه كثير كان ما اقول بكل صراحه، اذا كان في اعمال سعوديه عرضت وما عجبت الناس فالمشكله في المنتج والجهه المنتجه. طيب صراحة. اوكي طيب هنا في سؤال ثاني، مين يغششك اللهجه الحجازيه؟ ولا تقول اصدقائك من ايام الدراسه لانه بعض مصطلحاتك جديده مو قديمه. والله العظيم اسالي ناصر مين اللي يغشش ناصر بالحجازي اصلا. اوكي انت اللي بتغششه؟ لا والله الحمد لله الامور طيبه مع اللهجه. لا اموري طيبه مع اللهجه الحجازيه وما حد يغششني ولا شيء، يعني نعمل تجربه على الهواء مثلا، يلا تفضل يقول يلا ماشي. لا بس كمان انت اكيد سمعتها قبل كذا، البعض بيتهمك انك انت بتتمسخر على اللهجه يعني. انت ليش اسئلتك كلها نتمسخر على اللهجه تودينا كل عام وانت بخير؟ والله لا تمسخر على اللهجه، واللهجه هذه انا اعشقها اصلا. اموت فيها، احبها كثير اللهجه هذه بكل ما فيها، محب واحترام لكل اللهجات. ايوه اقدر اقوم بكل اللهجات هذه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا اشوف المساحه الكوميديه بشكل غير طبيعي في اللهجه الحجازيه، استمتع فيها
واللهجة الحجازية مو بإني والله أقول مثلاً أحياناً إيش اللي يصير سارة يخبطون الناس حسب اللهجة الحجازية واحدة. عندك الطائف مكة جدة وانت صحيح أنت من الغربية وتعرفين الطائف مكة جدة مدينة هذه لها غير وهذه مختلفة من هنا أيوه. مع المكة يتكلموا بطريقة طيب. وجدة بطريقة والمدينة بطريقة لكن لا احد يغشش ابدا من الطفوله أحد. خلاص اذا ما حد بيغشش لكن الناس اعتقدوا اني انا من الغربيه اصلا اي واللهجه جميله حلو الموضوع احنا معلش الوقت انتهى للاسف لكن سعدنا باستضافتك جدا وكل عام وانت بالف خير وطبعا كان معنا من جده الفنان السعودي يوسف الجراح خليني انتقل مشاهدينا سريعا لمن خطف الاضواء في رمضان الاعمال المصريه او السوريه او الخليجيه يبدو انه 51% الخليجيه المصريه 26% 23% السوريه مشاهدينا انا اعود والقاكم غدا ان شاء الله في اخر حلقات هذا الشهر من تفاعلكم في امان الله